مرحبا، شكري وامتناني من القلب لكل شخص ساهم في دعم حملة التبرع لصالح المتضررين في الزلزال. حبيت أن أخبركم بأن جميع التبرعات تم إيصالها مباشرة للأشخاص اللي بيستحقونها، وأنا ممتن جدا من كل قلبي بأنه ما زال في حياتنا العديد من الأشخاص الطيبين أمثالكم اللي هن على استعداد لمساعدة الآخرين. كل الحب والخير لكم ولعائلاتكم، الله يحميكم ويجعلها في ميزان حسناتكم. تحياتي ومحبتي وتقديري من القلب، محمد فتيان.